صبيحة يوم الأحد السابع من أغسطس عام 2022 استيقظت العاصمة اللبنانية بيروت على أخبار عن عملية فرار كبيرة نفذها 31 سجيناً من الزنزانة الواقعة قرب مبنى الأمن العام تحت جسر العدلية. تفاصيل ما جرى توحي وكأن المساجين هربوا من مكان خارج أي رقابة ولو عبر حارس واحد. بعدها بشهرين تمكن 9 موقوفين من الهرب أيضاً من سجن تابع للجيش اللبناني في منطقة الرملة البيضاء، مشهد أعاد إلى الأذهان قصة السجون اللبنانية. قصة الهروب من سجن بعبدة في 21 من نوفمبر 2020 حادثة ظلت عالقة في أذهان اللبنانيين، وبقي سؤال ما حدث ومن يتحمل المسؤولية معلقاً بدون إجابة. فمجموعة كبيرة من المعتقلين فروا في وقت واحد بعد اشتباك مع قوى الأمن وخرجوا من السجون، وبعد مطاردة عدد منهم في شوارع العاصمة بيروت قتل 5 من الفارين في حادث سير. تتكرر حالات الهروب من السجون في أكثر من منطقة لبنانية بحوادث غريبة قد توحي بوجود أسباب تدفع إلى الهرب. كان في بسجن بعبدة فوق 120 واحد موقوفين في عالم إنه 3 أشهر و4 أشهر و5 أشهر بغرفتين، أنجا يساعوا بالحالات العادية ب 30 أو 40 واحد. بقى ما بعرف، أكيد صار تطلع خبريات كتير إنه قوى الأمن ولا عسكري بيعملها لحتى يهرب سجين ليقعد هو مطرحه، لأنه بالنهاية بيعرف إنه أي سجين بده يهرب إن كان معه حق، إن كان عن إهمال أو إن كان عن قصد، بده يقعد العسكري مطرحه، ما حدا بيعملها من العسكر. بس صارت قصة إنه قدروا السجناء دارسين الموضوع قدروا يستولوا على المفتاح ويفتحوا الباب ويهربوا. كان في عسكري بيجي بيفتح لشخص بينظف، وكان مخططين لهن انه هذا دائما كل يومين ثلاثه اربعه خمسه. التجارب اللي كانت تصير كيف كان يجي وينظف، وده كانوا مخططين له، كمشوا العسكري وكما واخذوا المفتاح وفتحوا فلوا باغلبيتهم. هلا في عالم ما فلت، اللي ما فل هو يمكن اللي كان موعود انه بيطلع، وفي قسم كبير طلع منهم يلي ما فلوا، بيقول لك انا هيك بنرجعوا يلقوا القبض علي، وين بدي اروح؟ ليش بدي اتحاكم بجرم ثاني انا ما بقصد. سجين يعني خصوصي اللي بتطول اقامته بالسجن بدون مقاضاه، يعني اول شيء بيفكر فيه هو الهروب. يعني بصير ينتظر كيف نوبات الحرس، مين العسكري اللي منه جسمه بيساعد، منه قادر يقاوم، بيستغل عدم وجود عسكر كفاية مثل ما الوضع الحالي حاليا ضمن يعني الترهل اللي صايب كل الموظفين وقوى الأمن بالوضع الاقتصادي اللي نحن فيه حاليا، وبيستفيد من الفرص وبيصير يخطط هو وزملائه للهروب. اليوم موجود كذا عنصر بالمخفر بيطلع له كتير مهمات مطلوبة منه، بده يقدر ينفذها بمحيط نطاق الخدمة الموجود فيها هو. هذا الشيء رح يكون وعم بيكون على حساب مراقبة وحماية السجناء الموجودين. ما في تواطؤ، أنا موضوع التواطؤ بالأمن مش موجود بالنسبة لي بلبنان نسبة لخبرتي ولمعرفتي بقوى الأمن الداخلي بلبنان. بدق لي حدا بيقول لي هربوا مساجين ببعبدة، ابنك واحد منهم. حملت حالي وطلعت أنا عبعبدة، صرنا نعيط، شمعون، كل وحدة تعيط لأبنها، بيجي الدركة بشيلنا عن الشباك انه ممنوع تعيطوا ممنوع تصرخوا، انه وين الفكره يعني تركنا بدنا نشوف اولادنا وينن. هن قالوا انه الشمعون هربان وفي حدا مات بالسياره، خمسه توفوا بالسياره عملوا اكسيدون. صرنا هون انه كل وحده صارت تولول ابني وابني وابني وابني، بهالوقت اللي نحن عم نبرم على اولادنا
وين هن؟ هل عايشين؟ ميتين؟ شو صاير معهم؟ مشغول بيننا أولادنا؟ وإذ بدقوا لنا المعلومات هن على الباب، دق لي بنتي المعلومات عنا على الباب، بدي يخلعوا الباب ويفوتوا. كيف ما كيف حملت حالي وجيت، قال وين الشمعون؟ قلت له مثل مثلكم ما بعرف وينه، إنه ابني هربان ما صار له بعد ساعتين، جايين عم تسألوا عني، أنا بدي أسأل عنه، أنا بدي أعرف وينه، أنا سلمته للدولة، الدولة مسؤولة عنه. أول شيء قال لي ما بدي، بعدين طلع بالخبرية قال لي طيب أنت هيك بدك؟ قلت له أنا إيه هيك بدي. رجع فكر بالموضوع قال لي إيه معك حق، لشو بدي ضلني هربان؟ بدي ضلني كل حياتي هربان لثبت إنه علي شيء؟ أنا ما علي شيء، أنا فوت على الحبس والحبس لرجال. ما عرفت كيف جيت، شو في يا خيي؟ بيقول لي اسكتي ولا كلمة. قلت له شو؟ بيقول لي ابنك هرب، هي قاعد هون. يي كيف ابني هرب؟ قال ايه فتحوا البواب بن بعبدة وجيت. والله العظيم دقيقة ما خليته، أنا شو نهارت أعصابي، أنا راحت أعصابي بالمرة، يعني تعي شو في منا منظر، أشطت بالأرض سنبوس إجوا. قلت له أمي أمين خليني رجعك. قال لي طيب كرامتك يا أمي حأرجع، بس شوفي شو عم يعملوا فينا، نحن عم نتبهدل بقلب السجن، أنتو ما حدا حاسس فينا بس نحن عم نتبهدل.